كشفت مصادرنا أن أصول عبد المجيد تبون الذي فاز في الانتخابات الجزائرية مؤخرا تعود إلى أن عائلة تبون تنحدر من قرية بوسمجون الواقعة ضمن تراب ولاية البيض قبل أن تستوطن مدينة المشرية سنوات الأربعينات، وتتركز في المنطقة التي تنحدر منها عائلة تبون أغلبية أمازيغية، وتعد منطقة بوسمجون محج الكثير من أتباع الطريقة التيجانية لوجود خلوة شيخ الطريقة بالمنطقة، وتتبع كل العائلات المنحدرة من المنطقة النهج الصوفي، كما هو الحال بالنسبة لعائلة تبون وابنها عبد المجيد. ويشير أحد المقربين إلى أن عبد المجيد تمكن من حفظ القرآن كاملا بالموازاة مع تفوقه الدراسي. ويكشف فيصل تبون ابن عم عبد المجيد أن والده الحاج أحمد كانت لديه مخبزة يشرف على تسييرها بمدينة المشرية، وكان يعيل أربع عائلات، كما أن عبد المجيد لديه إخوة غير أشقاء، خمسة ذكور وأربع بنات. فضلا عن ذلك عرف عن والده التفقه في الدين، ويذكر أحد المقربين أن صديقه عبد المجيد لما استقال من منصب أمين عام ولاية بشار لأسباب خاصة فضل العودة إلى مسقط رأسه، وفتح دكانا لبيع المواد الغذائية بالجملة سنوات السبعينات، إلى غاية استدعائه مرة أخرى لشغل منصب والي ولاية الجلفة مع بداية الثمانينات. ويؤكد فيصل أن أفراد عائلة تبون لم يستفيدوا من أي امتيازات رغم أن عبد المجيد تدرج في مناصب عدة في الدولة، ويضيف ما زال أشقاؤه يعيشون حياة بسيطة. ويذكر أبناء المدينة حادثة انتزاع الوزير الأول سكنا من ابنه كان قد استفاد منه بطريقة غير شرعية. ويذكر إلى أن عبد المجيد تبون شغل العديد من الوظائف آخرها وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، كما شغل تبون عديد الوظائف في الإدارة، كما تقلد عدة مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية سنة 1991 إلى 1992، وعين وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في 2001 إلى 2002، وعاد تبون إلى وزارة السكن والعمران سنة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة. يذكر أن عبد المجيد تبون ولد بتاريخ 17 من نوفمبر 1945 بالمشرية في ولاية النعامة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال. وأما من جهة علاقته بالجارة الغربية، نلاحظ هناك عداء خفي تجاه المغرب، حيث طالب عبد المجيد تبون من السلطات المغربية تقديم اعتذار للجزائر قبل أي شيء آخر. وقال تبون خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار إن المغرب ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر بمفرده فرض تأشيرات على الجزائريين في أعقاب الهجوم الذي ارتكب بمدينة مراكش سنة 1994، وأكد الفائز في الانتخابات الجزائرية أن سبب الخلاف بين الجزائر والمغرب لا يتعلق بقضية الصحراء الغربية، بل يعود إلى قرار فرض التأشيرة على الجزائريين. ويرى تبون أن موقف الرئيس الجزائري آنذاك ليامين زروال كان صائبا عندما قرر إعادة غلق الحدود بين البلدين، وتبقى الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من الطرف الجزائري احتجاجا على قرار فرض التأشيرة من طرف المغرب.